السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن البوليسيستيك اوفري سندروم او البي سي او اس او متلازمة تكيس الموبايد. البي سي او اس هو كومن اندوكراين ديس اوردر كاركترايزد باي كرونيك انفيوليشن كومبايند ويز سيمتومز اوف منسترال ديس اوردر على اختلافها. كتير منهم بنشوفهم اوبيز associated with signs of hyper androgenism. طيب هل يا ترى اقول بي سي او ولا بي سي او اس، وهل في فرق ما بينهم؟ في الحقيقه البي سي او هو اختصار بوليسيستيك اوفري، يعني اني اشوف اوفري ابنورمال كاري ذا بوليسيستيك ابييرنس انلارجد و ايكوجينيك ستروما فوليكل ارينجد سب كابسولر زي ما هنشرح ليتر اون. لكن البي سي او اس هو اني اشوف الالترا ساوند بيكتشر اوف بوليسيستيك اوفري مع كلينيكال اند لاب ساينز اوف انفيوليشن كلينيكال اند لاب ساين اوف اندروجين اكسس. كده يبقى الفول بيكتشر اوف بي سي او اس. طيب معنى كده ان انا ممكن اشوف بوليسيستيك اوفري ومعهوش الساينز اوف سيمتومز دي؟ يس، 20% من السيدات في الريبرودكتيف ايج عندهم بوليسيستيك اوفري، ولكن 50% بس منهم هم اللي associated مع clinical lab finding of anovulation والاندروجين اكسس. ده اللي خلى يبقى فيه اختلاف شوية في prevalence of PCOS between societies. مثلا National Institute of Health حطت prevalence للPCO 6-10%، ولكن لو طبقنا روتردام كريتيريا يمكن تزيد شوية ل 15%. طب ايه هي الكريتيريا دي؟ سنة 90 الناشونال انستيتيوت اوف هيلث شخص بي سي او اس اكوردنج لوجود الانيفيوليشن والهايبر اندروجينيزم ايزر كلينيكال او لاب مع اكسكلوجن للاكسوجينس سورس اوف اندروجين. لكن الاشري والاسرم في 2003 في روتردام حطوا كونسنسس للبي سي او اس هو اللي احنا ماشيين عليه لحد دلوقتي، وهو وجود سيمتومز اند ساينز اوف انوفيوليشن سيمتومز اند ساينز كلينيكال او لاب للهايبر اندروجينيزم ووجود الالترا ساوند بيكتشر اوف بوليسيستيك اوفري 2 out of 3. ايه هي بقى الالترا ساوند كريتيريا؟ هو وجود اكتر من 12 فوليكل مقاساتهم من 2 to 9 ملي مع اوفيريوم فوليوم انكريزد اكتر من 10 ملي او 10 كيوبيك سنتيمتر. في الحقيقه بعد 10 سنين في 2013 لقوا ان احنا الماشين الالترا ساوند ماشين بقت الكواليتي احسن، بقينا نعد فوليكل اكتر، وبالتالي بقى في اوفر استيميشن للبي سي او. فبالتالي ابتدوا يفكروا ان هم يعيدوا النظر في الثريشورد بتاع ال 12 فوليكل دي. كمان تشخيص بي سي او في سن 25 سنه غير سن 35 سنه، فلازم يكون التشخيص ايج سبيسيفيك. واخيرا في 2018 الاشري كرايتيريا الجديده احنا حاليا بنعد على 20 فوليكل. هي ليه الديليما دي كلها؟ ليه في controversies كده between societies في different criteria كل شوية بنفكر في update؟ لأن الـ PCOS ده critical issue. كل مريضة مختلفة في البروتوكول العلاج بتاعها، كل مريضة ليها response مختلف، so كل مريضة عايزة tailored بروتوكول according to her case. كل مريضة ليها variable response وبالتالي complication unpredictable، وفي منها يوصل لcritical complication زي ما هنتكلم later on. طيب ايه قصة بقى PCOS؟ ايه او ايه الباثوجينيسيس اللي بيحصل في الاوفري؟ up till now كلها theory unknown. ممكن الجينيتك فاكتور يلعب دور مهم جدا، لكن الأقرب للواقع أنه يكون مالتي فاكتوريال different factor بتشير في الباثوجينيسيس of PCOS. قبل ما نشرحهم لازم نعرف حاجة مهمة قوي اسمها two cell theory of estrogen production
in the ovary. ايه هما التو سيل؟ السيكا سيل والجرانيولوزا سيل. السيكا سيل on the surface of the cell there is a receptor for LH هرمون بتبتدي تبيك اب الكوليسترول من البلود بتحوله لاندروجين. بعد كده الاندروجين يبقى بيكد باي الجرانيولوزا سيل اللي بتحوله للاستراديول اندر الايفكت اوف اروماتيز انزايم، والاروماتيز انزايم اللي اندر الايفكت اوف اف اس اتش او فوليكول استيميليشن هرمون. يبقى الديفكت بقى هيبتدي فين؟ هل هو انسايد ذا اوفري اوفريان ديسفانكشن او هايبوثالاميك افكت مشكلتي في ال LH، ولا في اكسترا فاكتور هو اللي هيتسبب في الاروماتيز ديسفانكشن او زياده في هرمون الاندروجين واللي هيأثر على الفوليكل ماتوريشن. Ovarian dysfunction زي وجود enzymatic defect في الأروماتيز انزيم في الأوفري هيؤدي لـ accumulation of androgen hormone واللي هيتسبب في الأرست of maturation of all growing follicle, increase the hair growth in a male pattern in what's called the hirsutism. كمان الـ accumulation of androgen ده هيروح يتحول في الـ peripheral fat tissue لـ E1 أو الاستيرون، ده one of the estrogen derivatives، هو ده البريدومينانت بيكتشر في البوست منوبوزال لايف، وللأسف ده هيتسبب في acyclic increase في ال LH هرمون. نفس الريزلت دي ممكن نحصل عليها بميكانيزم اخرى، ان يبقى في ديفكت في الهايبوثالاموس نفسها هتؤدي الى كونتينوس انكريز في ال LH هرمون ونبتدي ندخل في كلوزد سيركل. انذر ميكانيزم الانسولين ريزيستنس. الانسولين هرمون بينتج من او بيطلع من البنكرياس بيتسلف لانجر هانز ان ريسبونس تو الهايبر جلايسيميا، يبتدي شفت الجلوكوز جوه السيلز وبالتالي هو له انابوليك افكت ولو لايبوجينيك افكت. ايه علاقة ده بالبي سي او؟ معظم الناس اللي بنشوفهم في حالات البي سي او او considerable percentage بيكونوا بيز، والفات تيشو فيها ريزيستنس للانسولين، هتكون النتيجة compensatory هايبر انسولينيميا. الانسولين مسؤول عن steady increase في الاندروجين، كل ما الانسولين يزيد والانسولين لايك جروس فاكتور يزيد كل ما الاندروجين هيزيد، وهتكون النتيجه برضو ديستوربد فولكلوجينيسيس. الكومبنساتوري هايبر انسولينيميا سواء في الناس الاوبيز او النون اوبيز مش بس بتشتغل على الاوفري، لا بتتسبب في مشاكل اخرى كثيره في الليفر، هتقلل السكس هرمون بايندنج جلوبين وبالتالي هيبقى في انكريز في الفري استروجين، وده هيعمل فيدباك ميكانيزم ويقلل لي الاف اس اتش ليفل، او انا كده برضو ما استفدتش حاجه. هيشتغل على ريسبتورز في السكن وهيتسبب في ليجن اسمه اكانسوزيس نيجريكانز زي ما هنشوفه ليتر اون. انذر ميكانيزم الليبتين ريزيستنس. الليبتين as we all know secreted by الأديبوسايت في الناس الأوبيز ومعظم الناس البي سي او لاحظنا وجود ليبتين ريزيستنس. الليبتين مسؤول ان هو يدي البرين الساتايتي سنتر في البرين إخبارية عن وضع الجسم هل هو هانجري اور نوت، فبالتالي الناس الأوبيز صعب جدا مع وجود الليبتين ريزيستنس ان احنا نعمل كنترول على هير ويت. وبالتالي وجود اكسترا فات تيشو اند فيرذر انسولين ريزيستنس اند فيرذر هايبر انسولينيميا. طيب البي سي او اس الباثولوجي بتاعها انا هشوف ايه او هيظهر ازاي؟ هيظهر اوفريز بايلاترالي انلارجد، ممكن يوصل مرتين ثلاثه قد النورمال سايز، سكند كبسول وايت سموث
الفوليكل نفسها arranged subcapsular in a neck lace appearance. الاستروما نفسها بلاقيها thick و dense و echogenic نتيجة ال hyperplasia of the ceca cell under the effect of LH. الاندوميتريوم كمان ما مش هيخلص من الموضوع under the effect of estrogen، هلاقي دايما في thick proliferative endometrium. طيب انا هشخص بي سي او ازاي؟ هشخصها عن طريق الروتردام كرايتيريا اللي اتفقنا عليها قبل كده. بشخصها بتو كرايتيريا اوت اوف 3، التراسونوجرافيك كرايتيريا اوف بوليسيستيك اوفري، كلينيكال او لاب فايندينج اوف انفيوليشن، كلينيكال اوف اور لاب فايندينج اوف هايبر اندروجينيزم. طيب انا هشوف الكلينيكال ايفيدنس اوف انفيوليشن ازاي؟ هشوفها عن طريق شكوى المريضه من منسترال ديس اوردر، ودي ليها انواع مختلفه، بوت كومنلي وي سي اوليجومينوريا، ريدكشن في الفريكوانسي نفسها اوف منستريشن، بمعنى ان السايكل ممكن تيجي اكتر من 35 يوم، او انها تكون هايبومينوريا، الاماونت نفسها تبقى سكانتي اور لايت شورت اماونت، او انها تيجي ب كومبلين امينوريا ابسنس اور سيسيشن اوف منستريشن في الريبرودكتيف ايج. اما الكلينيكال بيكتشر بتاعه الهايبر اندروجينيزم غالبا بتيجي في صورة هيرشتزم أو اكسسيف هير جروس ان اميل باترن، ودي بشوفها في 60-80% من الحالات. كومنلي أو 50% من الناس بيجوا اسوشيتد مع اوبستي. اتفقنا الهايبر انسولينيميا سبيسيفيك ليها الاقي اسكن ليجن اللي هو الاكنسوزيس نيجريجنس، وده عبارة عن براونش ديسكالوريشن أشوفه غالبا في منطقة النك ومنطقة الأكزيلا. كمان ممكن أشوف البراونش ديسكالوريشن دوت في الجروين أو في أو أندر البريست، وكل الإفكتس دي أندر الإفكت أوف إنكريز الإنسولين أو الهايبر إنسولينيميا. إنكريز الأندروجين مش بس بيتسبب في الميل باترن أوف هير جروس، لكن كمان بيتسبب في السباكيوت إنفلاميشن أوف سبيشيس جلاند، وممكن توصل للأوبستركشن للدوكس أوف ذيس جلاند، فتتسبب في حالات السيبورية والأكني، وممكن تكون كمان اسوشيتد مع انفلاميشن. كمان حالات الاندروجينيك الوبيشيا اللي بتكون بنشوفها اسوشيتد مع حالات البي سي او، بس في الحالات دي يستحسن ان احنا نستبعد ان يكون في اكسترا سورس للاندروجين. هاويفر ان برضو الانسولين ممكن يزود الادرينال برودكشن of androgen. الحقيقة الاكسس اندروجين very very important issue في حالات البي سي او، اللي خلى ان في سوسايتي اسمها اندروجين اكسس اند بي سي او سوسايتي في 2009 حطت كريتيريا وقالت ان الهايبر اندروجينيزم لازم يكون سبب رئيسي او سوري كريتيريا رئيسية في التشخيص، بس احنا في الواقع ماشيين كلنا على الروتردام كريتيريا up to now في الدايجنوزيس اوف بي سي او. طيب انا سسبكت بي سي او اس، سو وات مطلوب مني اني اعمل ايه تاني؟ هبتدي ان انا اعمل انفستيجيشن سواء علشان تساعدني في التشخيص او تكونفيرم ذا دايجنوزيس، او تساعدني في ان انا اكسكلود الكومبليكيشن اللي موجوده. هبتدي بالالتراساوند، سواء ان انا هشتغل ترانس فاجينال التراساوند او ترانس ابدومينال، هعمل هرمونال بروفايل او سم هرمونال بانل، وممكن كمان اشخص او اعالج
زي ما هنعرف بيه اللابروسكوب، كمان ممكن احتاج اندوميتريال بايوبسي. ريجاردنج الالتر ساوند، طبعا افضل ان انا اشتغل ترانسفاجينال وابتدي احسب الاوفيريان فوليوم واعد الفوليكل اللي من 9 ل 10 ملي علشان تو كونفيرم ذا كرايتيريا. لكن انا لو استخدمت الترانس ابدومينال فبليز اعتمد على الاوفيريان فوليوم فقط، لان عدد الفوليكل مش هيبقى اكيوريت اطلاقا. هرمونال بروفايل هلاقي فيه زياده في ال LH هرمون، ديستربد ريشيو بتوين ال LH وال FSH، هلاقي فيه زياده في الاستيرون، نقص في الاسترا دايول، وهلاقي في زياده في كل الاندروجينيك هرمونز. ريجاردنج اللاباروسكوبي له دايجنوستيك رول، وان انا اشوف الباثولوجي في بي سي او بايلاترالي، ولو ثيرابيوتيك رول في الاوفيريان دريلينج زي ما هنتكلم ليتر اون. الاندوميتريال بايوبسي مش في التشخيص، ولكن تو اكسكلود وجود الاتيبيا في الهايبر بلاستيك اندوميتريوم اف بريزنت. الكومبليكيشن اوف بي سي او، المريضه ممكن تبقى كومبليكيتد طبعا بابنورمال يوتراين بليدنج، وخصوصا الوذدرول بليدنج بعد فترات الامينوريا. هتشتكي من انفيرتيليتي لو سيكن كونسبشن، على اللونج ران ممكن انها تديفلوب تايب 2 دايبيتس او هايبرتنشن، او تكون عرضه للاثيروسكليروزس. لو المريضه دي جت بريجننت، بعض السيرز بتقول نتيجه زياده ال LH هرمون فهي للاسف عندها فرصه انها تابورت من 25% ل 40% تقريبا. طيب انا هعالج المريضه دي ازاي؟ من فضلك لايف ستايل موديفيكيشن اند ويت ريدكشن. من هنا لبكره تقول خسي خسي خسي. كمان هبتدي أسأل بعد كده سؤالين، هل هي عايزة حمل أو لأ؟ لو البريجنانسي ده not desired فهفكر في بروتوكول معين، لو البريجنانسي ده is desired فالبروتوكول بتاعي هيختلف تماما. لازم نري أشور البيشنت دي ونأكد لها ان مجرد 10% ريدكشن من الويت بتاعها هيفرقوا معانا جدا جدا في الاوفيوليشن. لكن للأسف الناس الموربد اوبيز لربما يحتاجوا ثيرابيوتيك ريجمن، او ان يحتاجوا لي برياتريك سورجري زي اللابروسكوبيك جاستريك باندينج. طيب لو ان المريضه دي مش عايزه حمل، فانا ايه البوليسي بتاعتي؟ البوليسي بتاعتي اني انا احصل ليها على ريجولر سايكل، ان انا احمي الاندوميتريوم بتاعي من الهايبر بلاستيك افكت اوف كونتينوس استروجين ده، وان انا احاول اكونترول الاندروجينيك مانيفيستاشن اللي المريضه بتشتكي. ولكن لو المريضة دي seeking conception والبريجنانسي ده desired، فبيكون الرجمن بتاعي induction of ovulation أو controlled ovarian stimulation. وناخد بالنا من كلمة controlled بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هبتدي اتيلور او افصل البروتوكول اوف اندكشن بتاعي اكوردنج لحالة المريضة. يبتدي معايا من no stimulation لمايلد stimulation باستخدام الكلوموفين سيترات، لممكن ادخل small doses من الجونادو تروفينز علشان احصل على البست ريزلت، والا مريضة البي سي او اكثرهم عرضة انها تدخل في ovarian hyperstimulation syndrome. الكلوموفين سيترات ده عبارة عن انتي استروجين او سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور، بيخش يعمل كومبيتيتيف انهيبيشن على الريسبتور اوف استروجين في الهايبوثالاموس، تقوم تدي اخباريه ان انا عندي تحت نقص في الاستروجين، فيبتدي الفيسيولوجيكال ريليز او فيسيولوجيكال انكريز اوف FSH هرمون. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعته. لو
لو الكولوميد فيل ممكن ابتدي استخدم اكسترا ايجنتس، استخدم الميتفورمين وده انسولين سنسيتايزنج ايجنت بيقلل البلد جلوكوز وبيقلل الانسولين ريزيستنس، ممكن ابتدي استخدم الليترزول او الفيمارا وده عباره عن اروماتيز انهبيتور وبالتالي هيكون في زياده في الاف اس اتش هرمون، واخيرا ممكن ان انا استخدم الاكس اكسوجينس جونادوتروفينز اف اس اتش و ال اتش. طيب ممكن الجا للسيرجيكال تريتمنت في ريزيستنت كيسز عن طريق اللاباروسكوبيك اوفيريان دريلينج، هاويفر انها عليها كونتروفيرس، هي فكرتها انها بتعمل ديستراكشن في الاستروما اللي هي بتسكريت اكسس اندروجين وبالتالي الفلوكلوجينيسيس يتحسن، ولكن هم وجدوا انها بتعمل دامج رهيب جدا في الاوفيريان ريزيرف، علشان كده دلوقتي استخدام الدريلنج بقى نوت ريكومندد اتول. لو الميديكال والسورجيكال تريتمنت فيل فبالتالي ابتدي افكر في الاسيستد ريبرودكتيف تكنولوجي او الاي في اف بروسيدجر. And thank you. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا.